نعم، أمراض مصر لن تشفى في أيام ولا شهور ولا سنوات، ولكن المطلوب مجرد التحسن النسبي يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر. نحن نشكو من حدوث العكس، لذلك نصر على أن ينص في الدستور على أن الوظائف العامة بالتنافس وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص، والمعايير هي الكفاءة فقط، كفاية محسوبية وواسطة. ثورات الفسيخ العربي إلى الخلف در في مصر وتونس، وتسديد سلاح في ليبيا وسوريا، وماذا بعد؟ خبر انفصال هيفاء وهبي عن أبو هشيمة أعلى الأخبار قراءة في الصحف الخليجية ومصر، وفقاً للوطن السعودية والبيان الإماراتية، شعوب متدينة بطبعها. اتهام الغرياني لثورة 23 يوليو بالنصب على الفلاحين يكشف إما عن جهل بالتاريخ أو تعمد لتزويره، وهو في كل حال ينال من صلاحياته لرئاسة الدستورية. المواطن اللي بيقبض 500 جنيه في الشهر محتاج إعانة يا ريس، مش تاخد منه ضرائب؟ لا تنادي أحدا أو تتهمه بالعلمانية بدون بينة، لأن العلمانية مرادف للكفر، والأمر ليس هزلا. تفاءلوا، فهذه الثورة محفوظة برعاية الله وحفظه، شاء من شاء، وستنتصر وتكمل أهدافها بكشف الفاسدين والمنافقين في أوقات هدوها، لتعصف بهم جولات تشتعلها. أهلا بكم مشاهدينا. في اليومين اللي فاتوا الحكومة أصدرت بعض القرارات الاقتصادية، في ناس في البورصة سموها تحرش بمجتمع الاستثمار، وفي ناس تانية قالت إن دي قرارات صحيحة ولكن إذا دخلت في حيز التنفيذ. تعديلات على الهيكل الضريبي لدخل المواطن المصري، ووضع ضريبة جديدة على الشركات اللي بتخش البورصة لأول مرة مقدارها 10%. طبعا قرارات الحكومة دي ما زالت مشاريع للقوانين مش هتتنفذ إلا في حالة من اتنين: واحد، إن رئيس الجمهورية يعتمدها كقوانين فعلية; اتنين، إن يكون في مجلس الشعب منتخب ياخد المشاريع دي ويوافق عليها. ولكن علشان نناقش القوانين دي، هل هي مفيدة للاقتصاد المصري أم ستضر، معانا المحلل المالي الأستاذ محسن عادل علشان يدينا وجهة نظره. أستاذ محسن صباح الخير، قول لي الأول، هل ده توقيت مناسب للقرارات دي؟ شوف، هي أنا من وجهة نظري أنها لن تكون قرارات حتى تصدر بقانون، ولكن الفكرة الأساسية أن فكرة التوقيت في هذه الفترة هي مرحلة إعادة هيكلة. أنت بتحاول أن أنت تحل بعض المشكلات حتى وإن كانت غير قائمة على أرض الواقع الآن، ولكنها حدثت في فترات سابقة. البعض بيقلق طبيعي من فكرة أن يكون هناك تعديل في منظومة الضرائب. هي اللي عندنا في مصر دائما ما بنرى أن الضرائب هي فكرة جباية أكثر منها فكرة خدمة حقيقية بالنسبة للمنظومة الاقتصادية بشكل كامل. فهذا الأمر هو اللي يمكن أثار الجدل وبشكل سريع، خاصة أن التعديلات الأخيرة لم تكن مطروحة للنقاش المجتمعي منذ فترة طويلة، ومجلس الشعب نظرا لعدم وجوده لم يكن هناك أي مناقشات معه أو مع حتى ممثليه في الفترة السابقة بالنسبة لهذا الأمر. ده اللي يمكن أثار المخاوف بشكل حاد جدا. لكن تحليل هذا الأمر أو تحليل الشكل اللي موجود بالنسبة للمقترحات اللي وافق عليها مجلس الوزراء، أنا أتصور أنه لم يكن مثيرا لهذه المخاوف. حتى مجتمع الأعمال داخل سوق المال المصري، الخوف اللي كان موجود هو فكرة أن الأول مرة الدولة بتضع عيونها أو بترنو إلى حصول على ضريبة من داخل السوق. ولكن لو بنرى الأمر بشكل حقيقي، هي ليست ضريبة على المتعاملين، هي لن تؤثر على تداولات السوق، هي لن تؤثر على المستثمرين، هي بتحصل من البائع والمساهم الأصيل أو الأصلي اللي بيقوم بالطرح من أرباحه اللي بيحققها نتيجة هذا الطرح، وده أمر طبيعي جدا وبيحدث كل حتة على وجه الأرض. النقطة الأهم من ذلك، أنا من وجهة نظري أن صدور هذه التعديلات في هذا التوقيت يمكن يكون عنصر إيجابي جدا لسوق المال وليس عنصر سلبيا، لأنه نمرة واحد هيؤكد وبشكل لا يقبل الشك أن لا يوجد أي ضريبة أخرى بتدرس أو حتفرض أو إنها في طريقها للفرض كما كان بيتحدث البعض عن ضرائب التوزيعات. هذا الأمر نفي تماما. قصدك مش هيبقى في ضرائب على المتعاملين في نهائيا؟ وده أمر معناه إن إحنا حطينا أساس إن هذه الضريبة موجودة هتخصص حق الدولة، بتمنع التهرب الضريبي، إحنا متفقين معها، بل إن هذا الأمر هيكون معناه إن مفيش ضريبة أخرى، لأن هذا الأمر لم يناقش. العنصر الثاني، إن بعض الشركات المدرجة داخل السوق كانت بتتباطأ فيما يطلق على اسم توفير الأوضاع. هي فكرة إنها تطرح جزء
من اسهمها داخل البورصه عشان توسع قاعده الملكيه. احنا مش عايزين شركات تيجي تتايد عندنا جوه السوق لمجرد انها تقول انا موجوده في البورصه. احنا عايزين شركات تيجي تتداول توسع قاعده الملكيه، يبقى فيها مساهمين، يبقى فيها قدره على التداول، يبقى فيها قدره على النشاط. هو ده هدف سوق المال الحقيقي. الشركات دي اللي تباطئت بعد هذا القرار انا متخيل انها هتسرع وبشكل كبير جدا في طرح اسهم الفتره الجايه. يعني هو ده رد فعل حضرتك شايفه بشكل ايجابي؟ في ناس كانت شايفاه بشكل متفاوت. مشاهدينا معانا تقرير بيوضح ردود الفعل على قرار الحكومة اللي لسه تحت وقف التنفيذ بفرض ضريبة على الشركات التي تطرح في البورصة لأول مرة. نشوف التقرير ونرجع نكمل مع أستاذ محسن العادل ردود الأفعال. بعد أن وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام أنديل على فرض ضريبة على التعاملات لأول مرة داخل البورصة، هل سيؤثر هذا القرار على تعاملات السوق؟ فرض ضريبة على الشركات في البورصة عمل بلبلة في السوق، وخلى السوق المرة تراجع بشكل وحش قوي، وخلى كمان الفوليوم ضعيف. احنا عايزين لما حد يطلع قرار مدروس ومفهوم وتوضيحي للناس، ناس تفهم. احنا فرض ضريبة مش على الافراد، دي على الشركات. هي فرض ضريبة على الطرح الاولي للشركات المدرجة في البورصة. هي بتبقى ضريبة هتفرض لاول مرة عند الطرح الاولي، لكن مفيش ضرائب على تعاملات العاملين في البورصه. لو في شركه بتعمل ذات راس مال او طرح اولي وعملت مكسب ما بين السعر اللي حصل بيه الطرح والسعر اللي تم التداول عليه في اول يوم، الفرق ده هيتم عليه خصم 10% ضرائب، يعتبر الى حد ما الضريبه دي محمله اكتر على المؤسسه ومش المستثمر. كقانون هو قانون كويس، لكن يعني اعتقد ان هو مش هياثر بشكل واضح، لان الاسهم لان الشركات اللي موجوده دلوقتي اوريدي في السوق الاوراق الماليه مش هيتاخد عليها ضرائب او مش هتدفع ضرائب، لان اوريدي هي خلاص اكتتبت واصدرت. لكن اللي هتعمل اكتتابات جديده احنا لسه مش عارفين. احنا من سنه 2010 الاسهم اللي نزلت في السوق مش اسهم كتيره قوي نقدر نقول ان احنا عندنا على طول في اسهم كل يوم بتتداول في البورصه، وبالتالي مش هيكون تاثيرها بشكل واضح. هو كقانون كويس، لكن للاسف هو تاثيرها مش هيكون واضح، لان هيكون المصادر بتاعتها قليله قوي. مشروع قانون الضرائب الجديد الذي اقره مجلس الوزراء لن يفعل الا بعد اقراره واصداره من رئيس الجمهوريه الذي يملك حق التشريع الان في ظل عدم وجود برلمان. هو فعلا ما كانش فيه اكتتابات كتيرة في السوق المصري في السنتين اللي فاتوا، هل ده سببه عدم الاستقرار السياسي ولا أسباب أخرى؟ أستاذ محسن، إيه رأي حضرتك؟ ليه ما فيش اكتتابات كتير في سوق الأوراق المالية في مصر؟ هي ليست اكتتابات ولكن طروحات، لأن اكتتابات هي زيادة رأس مال، ولكن الطرح هو طرح جديد لشركات فعلا منذ منتصف 2010، وكان هناك ضعف شديد جدا في هذا الأمر، وده الأكثر من سبب. المشكلة بالنسبة للأزمة المالية العالمية اللي كانت موجودة واللي كانت بتضعف من عمليات الطروحات، ودي لم تكن أزمة مصرية فقط ولكنها أزمة عالمية. العنصر الثاني ايضا هو طبعا ثوره 25 يناير وما بعدها من تداعيات حتى هذه اللحظه. العنصر الثالث ان سوق المال المصري كان بيمر بمرحله ركود حاده منذ منتصف عام 2008 ما بعد الازمه الماليه العالميه وحتى هذه اللحظه. والغريب ان كانت بدايه هذه الركود هي القرارات الضريبيه اللي صدرت في 2008 واللي تسببت في هذا الامر، وده اللي يمكن اثار المخاوف في هذا التوقيت. ولكن انا بس هنفي نقطه واحده، لم يكن هناك تراجع في سوق المال نتيجه هذه فرض هذه الضريبه او الاعلان عنها، بل بالعكس امس احنا شاهدنا ارتفاع بالنسبه لمؤشر اي جي اكس 30 بحوالي 14 نقطه مئويه. اخر 3 جلسات في سوق المال كان فيهم ارتفاع، الضريبه لم تؤثر. التهدئه اللي حدثت من جانب وزاره الماليه والهيئه العامه للرقابه الماليه واداره البورصه افتكر انها قضت على جزء كبير من المخاوف. طب احنا معانا سياده الوزير الدكتور ممتاز سعيد وزير الماليه علشان نسال حضرتك. صباح الخير يا فندم. ايه سبب فرض هذه الضريبه في هذا التوقيت من العام؟ لا هي مش ضريبه، يعني العمليه مش ضريبه جديده. هو احنا بنقول لا تأثير على البورصة، دي التعاملات في سوق الأوراق المالية لأول مرة من خلال البورصة والصيد، فبنفرض عليها ضريبة 10%. هذه لا تمس التداولات الحالية في البورصة بأي حال من الأحوال، زائد أنها لا تمس المعاملة الوحيدة تتم لأول مرة في السوق السنوي، وهذا الإجراء هو لحصر من يدخل البورصة جديدا للقضاء على بعض التداعيات التي حدثت في فترات من سابق. طيب سيادة الوزير، هل سيصدر قانون بتطبيق هذه القرارات اللي طرحتها الحكومة، ولا لسه مش واضح امتى ستدخل حيز التنفيذ؟ لا بلا شك سيصدر قانون، يعني لن يتم التنفيذ الا بصدور القانون. امتى يا فندم؟ لكن اهم نعيد واؤكد على انه لا تأثير منها بحال من الاحوال على التداولات في بورصة الاوراق المالية. طيب سيادة الوزير، هو في اعادة هيكلة بسيطة في ضريبة الدخل، هل لها علاقة دلوقتي بالمفاوضات اللي جارية مع صندوق النقد الدولي؟
على الإطلاق. إحنا بنصلح المنظومة الضريبية لبعض التداعيات التي وجدناها في القانون 91 لسنة 2005، من ذلك الضريبة التصاعدية وإزاء المطالب العديدة، بأهمية أن الضريبة التصاعدية تساعد إحدى المطالب المجتمعية كما تعلم. فنحن خففنا من الأعباء على الفئات قليلة الدخل ولا نمسها بحال من الأحوال، بالعكس ده إحنا وسعنا الشرائح لصالح هذه الفئات. ولكن في ناس كتيرة بتقول إن إعادة الهيكلة ما شملتش بشكل مؤثر الناس الأكثر دخلاً. عند حضرتك في الكذا سنة الجايين إيه شكل تغيرات ضريبة الدخل في الفترة المقبلة؟ هو ليس يعني هذه العملية بتنظر بعالم الأحوال. أهم حاجة إن إحنا عايزين توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وده الجديد في مشروع قانون اللي إحنا متقدمين به. كما تعلم حضرتك أن المجتمع الضريبي أكثر من 40% منه قطاع غير رسمي لا يسجل نفسه، فطلبنا في مشروع قانون الجديد إعفاء كل من يتقدم طواعية لتسجيل نفسه لأول مرة من أي ضرائب سابقة. نحن نريد من هذه من ضمن القطاع غير الرسمي ليس تحصيل ضريب بقدر ما هو أهمية أن يضم القطاع الرسمي إلى القطاع غير الرسمي واخد بال سيادتك، وبالتالي نقدر نحن نحسب الناتج القومي على مستواه الحقيقي. الناتج القومي الآن لا يعبر عن حقيقة الدخل القومي لمصر في حال من الأحوال. دكتور ممتاز، سؤال أخير عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهل هناك وإزاي هنقدر نوفي شروط إعادة هيكلة الدين العام وعجز الموازنة اللي هم اتكلموا عليها مع الحكومة؟ أؤكد لحضرتك بداية لا شاف هناك شروط لصندوق النقد الدولي. مناقشات البرنامج هو برنامج مصر صميم. نحن نستهدف ثلاث أشياء أساسية. الهدف الأول تخفيض عجز الموازنة، وتخفيض عجز الموازنة لا يتأتى إلا بترشيد الإنفاق وزيادة الموارد العامة للدولة. الهدف الثاني هو أن نخفض حجم الدين العام، وننتظر أن نخفض حجم الدين العام من نحو 83% الآن إلى نحو 65% في عام 16-17. هذا هو الهدف الثاني. الهدف الثالث كما تعلم أهمية أن احنا ندعم احتياط النقد الأجنبي في مصر حتى تكون هناك عندنا المقدرة على شراء احتياجاتنا الأساسية من الخارج. يعني في بنعم او لا سياده الوزير، هل في تعديلات تانية هتيجي على ضريبه الدخل العام اللي احنا فيه اطلاقا؟ انا بس عايز اطمن حضرتك واطمن جميع الساده المستمعين والمشاهدين الى ان مشروع القانون الجديد لا يتضمن اي اعباء على الطبقات العاديه. نحن لا نستهدف الا زياده الضريبه التصاعديه، ليس زيادتها من حيث سعر الضريب ولكن توسيع هذه الضريبة عشان تتلائم مع احتياجات المجتمع وشرائعه. شكرا سيادة الوزير ممتاز السعيد وزير المالية. أستاذ محسن، تعليق حضرتك على العناوين اللي قالها وزير المالية معنا. أنا متفق تماما معاه فيه. هو بالفعل هي الضريبة ليست مستهدفة لسوق المال المصري. خطة الحكومة المصرية واضحة المعالم منذ البداية، وإن كنت أتمنى أن كان يكون فيها كمان جزء متعلق بالتحفيز الاقتصادي بشكل كبير. الدولة بتسعى إلى معالجة مشكلات اقتصادية الثلاثة الكبار اللي هو تحدث عنهم، مشكلة الدين المحلي وتخفيضه إلى 65% بدل من 83، زيادة حجم احتياطي النقد الأجنبي في هذا التوقيت، وأتصور أن ده كان مضاد لفكرة تحريك أسعار الصرف في التوقيت الحالي، أيضا فكرة تخفيض عجز الموازنة. لكن حتى الآن لم تتحدث حكومة عن مستهدفات تخفيض هذا العجز، أتصور أنها بتتراوح ما بين 7-8%، لكن هذا الأمر أتصور أنه يجب أن يقل عن 5% خلال الفترة المقبلة. أتمنى أيضا أن برنامج التحفيز الاقتصادي اللي هيتم دمجه في هذا البرنامج يتحدث عن تخفيض معدلات البطالة، استهداف لمعدلات التضخم، زيادة للدخول. أنا كنت أتمنى أن مشروع الضريبة التصاعدية أن يكون فيه زيادة في حد الإعفاء للفئات القليله. انا لا يمكن ان انا اخد من واحد بياخد 5000 جنيه في السنه 10% وفي نفس الوقت باخد 20% من واحد بياخد مليون. هذا الامر لا يتسق. احنا لازم نزيد حد الاعفاء للشرائح الضعيفه 12000 اللي هي لغايه قد ايه يا فندم؟ انا متخيل ان لو احنا بنقول ان الحد الادنى للدخول يجب ان يكون 1200 جنيه، فيجب ان يكون هناك اعفاء حتى 15000 جنيه. ثم بعد ذلك طبق شرائح. بالعكس انا متمني ان هو يحط شرائح اكبر، ان احنا نقول لغايه 100 مليون جنيه ناخد 25%، لكن بعد 100 مليون ناخد 30. البرازيل بتاخد 37. علشان قدامي دقيقة واحدة هسأل حضرتك سؤال مركب، هل نحتاج إصلاح في منظومة الضرائب نعم أم لا؟ ولو بنحتاج إصلاح في منظومة الضرائب تروح فين؟
احنا بالتاكيد محتاجين اصلاح منظومه الضرائب. اول حاجتين لازم يتم عملهم بشكل عاجل جدا هو ما يطلق عليه اسم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. هذا الامر هو اكبر مشكله موجوده في منظومه الضريبيه لدينا. احنا 40% من الناتج المحلي الاجمالي غير مسجل، غير معروف، غير متعامل عليه، الناس ما تدفعش عليه ضرائب. هذا الامر تانية يجب النظر اليه. النقطه الثانيه ان في بعض الشرايح يجب انها تطبق عليها ضرائب اعلى من شرايح اخرى. انت النهارده في مشروع قانون الضريبه عندك بتحط ضريبه واحده لكل الانشطه. على سبيل المثال اللي بيقوم بشراء اراضي وتسقيعها، هذا ده المفروض يدفع ضريبه، ده ما بيدفعش ضريبه عليها النهارده. اللي بيحقق ارباح من السمسار ده يجب ان هو يدفع ضريب اكبر. لكن في نفس الوقت اللي بيحقق ضريب من عمله المفروض ندفع ضريب اقل. هذا الامر يحتاج الى اعاده هيكله. يجب ان يكون هناك عمليه حصر الانشطه الاقتصاديه لتحديد المستهدفات الضريبيه، وفعلا فكره توسيع المجتمع الضريبي هو الهدف الرئيسي لاعاده هيكله اي منظومه ضريبيه داخل الدوله. أستاذ محسن عادل الخبير المالي، بنشكر وجود حضرتك وتعليقاتك الهامة. مشاهدينا بعد الفاصل الزميلة العزيزة شيرين هترجع معاكم مبادرة بيقوم بها بعض الشباب للتدريب وتأهيل نفسهم لدخول سوق العمل بشكل أقوى. خليكم معانا.